بسم الله الرحمن الرحيم. نائب رئيس جماعة تطوان المكلف بقطاع النظافة، نيابة على السيد رئيس جماعة تطوان وعلى جميع مكونات المكتب المكتب المسير والأعضاء المجلس، كانت اليوم الانطلاقة بمعية السلطات المحلية في شخص السيد باشا مدينة تطوان. الانطلاقة الأولى لأول حملة تحسيسية في إطار الصفقة النظافة الجديدة اللي فازت بها شركة ميكومار، صفقة جوج 2023، واللي كتعرف واحد المجموعة الحملات التحسيسية على مدة سنة، واللي غادي يكون الهدف منها هو توعية الساكنة والتجار والمهنيين بطريقة تدبير النفايات المنزلية وما شابهها. وبطبيعة الحال جماعة تطوان كتحاول ما أمكن على أن تعطي واحد المجهود كبير، سواء من ناحية المالية ولا من ناحية التقنية والإدارية، من هذا القطاع هذا، لأنه هو الوجه هذه المدينة، وخاصة أن المدينة كتعرف الزيارة الميمونة سيدنا في الصيف، ناهيك على توافد ديال مجموعة ديال الضيوف على المدينة سواء وطنيا أو دوليا، ومجموعة ديال ليزيفينمون اللي كدير على مستوى المدينة اللي أصبحت عندها واحد لامباك دولي. واللي دائما حنا في مدينه تطوان كنحاولوا نحافظوا على الجماليه ديالها وعلى الرونق قصد رق الزوار ديالها. وشكرا. حسن سويلم، مدير الاستغلال لشركه ميكومار تطوان للبيئه. وفي في اطار البرنامج التحسيسي لسنه 2023 كتقوم شركه ميكومار بتنظيم حمله تحسيسيه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. هذه الحمله هذه كتقام بشراكه مع جماعه تطوان تحت شعار نقلوا من النفايات، باش نقلوا من النفايات نغتنموا فرصه رمضان ونتجنبوا هذا الطعام. المهم وبترشيد للاستهلاك نقلوا من الاقتناء المفرط للمأكولات ونتجنبوا رمي الطعام الزائد ونقلصوا من نفايتنا باش نحافظوا على البيئه ديالنا.